محمد شفيع ابراهيم، انا عضو في حركه الطلاب بلا حقوق ورئيس نقابه العاملين بالمستشفى شفيع بكري. احنا جايين النهارده لوحه احتجاجيه قدام رئيس الوزراء ووزاره الصحه النهارده للتاكيد على مطالب الاطباء وان هم مش هيتنازلوا عنها. لابد من توفير خدمه صحيه حقيقيه للمواطنين المصريين وايقاف نزيف الدم اللي بيحصل في المستشفيات والناس الفقراء والوسطاء اللي بيموتوا من غير ثمن. لابد ان ميزانيه الصحه تزيد، لان هو ده احد اهم مطالب الثوره، العداله الاجتماعيه. ومعنى كده ان الميزانيه لازم تزيد عشان نعرف نعالج الناس. احنا مش هنشارك في التمثيليه، احنا بنقدم خدمه واحنا الحقيقه ما بنقدمش حاجه. احنا عايزين اللي في اجور عادله للاطباء اللي للاسف بيتزلوا في الخليج تحت كرابيج عشان ما ياخدوش المرتبات تكفي ان هم يعيشوا او يقاسوا ويهاجروا اوروبا. مطالبنا مش هنتنازل عنها، واحنا موجودين النهارده في الوقفه دي عشان ناكد لوزير الصحه اللي المفروض جاي من التحرير. لو كنت هتعتقد انك هتخدعنا مش هتعرف، وزي ما غيرنا ثلاث وزراء للصحه في سنه واحده ممكن حضرتك تبقى الرابع برضه.